السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. نعم. سلام. أيوة يا شيخ مصطفى، لو سمحت يا شيخ. نعم. عندي عايز أعرف زكاة مال الحيوانات، يعني عندي بقر، عايز أعرف زكاة المال في البقر. البقر هذا معلوف أنت تشتري له علفا أو هو سائم يرعى في المراعي دون تكلف ودون شراء طعام له. لا، بشتري له علف يعني برع، انا بشتري له العلف بتاعه والخضار بتاعه اللي بياخد. اذا ليس عليه زكاة، لان الزكاة انما هي على السائمة التي ترعى بلا كلفة، والله اعلم. السلام عليكم.